هنا داخل هذا المبنى الواقع في مدينة لاهاي الهولندية تناقش أفظع جرائم العالم وأكثرها وحشية. هنا جلس زعماء دول سابقون في أقفاص الاتهام. في صيف 98 صوتت 120 دولة في الأمم المتحدة على اعتماد ما عرف بميثاق روما الذي مهد الطريق نحو تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. دخلت المحكمة في سجال مع الولايات المتحدة خلال عهد ترامب، حيث وصفها بالميتة وقال إنها فاقدة للشرعية ولا تملك سلطة قضائية داخل أمريكا، فالأخيرة ليست عضوا في المحكمة. تصريحات ترامب جاءت بعد توارد أخبار تفيد بعزم المحكمة فتح تحقيقات في ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان، ما دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على مسؤولين كبار في المحكمة. المحكمة عادت مؤخرا إلى الواجهة بعد إعلانها وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة فيها، لتصرح الأخيرة وهي ليست عضوا أيضا في المحكمة بأن الإعلان لا يعنيها. تتهم المحكمة باستهدافها القارة السمراء، فجميع القضايا 26 التي طرحت عليها حتى الآن كانت حول جرائم ارتكبت في إفريقيا، حيث تم البت في 6 منها ما نتج عنه إدانة 8 أشخاص. ردت المحكمة بالنفي، كما أشارت إلى قضية ميانمار كمثال بعد أن فتحت تحقيقا في تعامل الجيش البورمي مع أقلية الروهينجيا، لترد ميانمار بأنها ليست عضوا في المحكمة وأن قراراتها لا تغطي البلاد، لتتحايل المحكمة بالقول إن الجرائم امتدت إلى بنغلاديش وهي عضو في ميثاق روما. لكن ولأن المحكمة لا تملك شرطة وتعتمد كليا على تعاون السلطات المحلية في تسليم المتهمين، فإن قراراتها لا تشكل أي تهديد للدول.